معالي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للتعليق على هذا الخبر العاجل اللي أشرناه اللي قلناه قبل قليل، وزارة التعليم تقرر وقف الوجبات المدرسية بالمحافظات. معالي الوزير مساء الخير. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه سبب هذا القرار؟ لماذا قررتم منع توزيع الوجبات المدرسية؟ يعني بالتالي الناس كلها شايفة تزامن بين الحالات دي في نقط كثيرة جدا في وقت واحد، رغم أنها المورجين مختلفين، مما يدعونا إلى التوقف بقى نشوف ما وراء هذا. يعني أجهزة كثيرة جدا في الدولة قررت إنه يعني نحافظ على أولادنا إلى أن نعرف الأسباب، ونعمل تحقيق تشترك فيه كل أجهزة الدولة. فحفاظا على الجميع يعني هنوقف ده مؤقتا إلى أن نتبين ما وراءه، ونحاول نعمل حل أكثر أماما للجميع إن شاء الله. طيب يعني يمكن أول حادثة من نوعها من هذا النوع معالي الوزير كانت حصلت في سوهاج، يعني ومرت فترة منذ وقوع هذه الحادثة، هل يعني مسألة تحاليل المكونات الغذائية للوجبات الغذائية المدرسية لم تكشف بعد عن السبب يعني؟ لا، بس في موضوع التغذية المدرسية موضوع معقد أكثر من الناس تعرف يعني، ويشترك فيه جهات كثيرة جدا ومحافظات كثيرة وموردين مختلفين وخطوات كثيرة قوي. المسألة أكبر من الصلاحية والتخزين وال يعني عارف في عناصر كتير، فاحنا هنمشي على الخط كله بقى ونشوف واحدة واحدة ومحافظة محافظة، عملية كبيرة تحقيق كبير جدا، فبيتدخل في أجهزة كتيرة قوي صعب تحصر من غير تحليل علمي يعني. في جزء بتعمله وزارة الصحة، وفي جزء وزارة الزراعة، وفي جزء أمني، وفي جزء في المدارس نفسها. فاحنا هنمشي على كل حته من دول لوحدها، وبما انه حصل في حتت كتير فهنا بقى يعني في نظريات كتير، بس مش عايزين نعمل نخمن. احنا بناخد قرار في يعني بيهتم بامان الاولاد وصحتهم، وبعدين نحقق ولما نطلع بنتيجه متيقنين منها نتكلم عليها، بس يعني بلاش نخمن قبل ما نعرف الحقيقه. طب يعني العينات اللي سحبتها وزاره الصحه في التحاليل اللي حصلت خاصه في سوهاج اثبتت يعني او كشفت عن سلبيه هذه التحاليل، ده معناه ايه يا دكتور؟ لا ما نعرفش، لكن عشان كده بقول لحضرتك احنا هنمشي ان احنا بقى وزاره التربيه والتعليم بنتكلم عن التعليم والعلوم وكده، هنمشي بطريقه منهجيه. فانا مش هقدر اتكلم عن حاجه قبل طيب، وصول تقارير وانا بحترم ده عند حضرتك، بحترم ده جدا يعني. يعني بص، اللي يهمنا دلوقتي صحه ولادنا والامهات تطمئن على ولادهم، ونستبدل بس الوجبه المدرسيه المده القصيره القادمه بحلول اخرى، انما صحتهم اهم بالنسبه لنا من اي حاجه. احنا بالتاكيد هنعمل كل ما في وسعنا للوصول لنتيجه علميه موثقه، ونيجي نتكلم عليها في مؤتمر صحفي باذن الله. طيب اخر سؤال معالي الوزير، معلش اثقلت عليك، يعني البيان النهارده او التصريحات اللي صدرت عن وزاره التربيه والتعليم بتقول انه هذا الامر غير طبيعي وانه يقف خلفه محركون، عاوزين تفسير لا لهذا لا الامر. لا لا لا، احنا ما قلناش كده خالص. احنا ما قلناش كلام، يعني عفوا عفوا، ده مش وزاره التربيه والتعليم، ده وزاره الصحه، عفوا. لا احنا مش عايزين نقول لا ده ولا ده، احنا كل شايفين ظاهره غريبه تستحق البحث، بس الى ان نعرف اسبابها مش عايزين نعرف الولاد لاكثر من كده، لانه لو كان في شيء متعمد فمن الحكمه ان احنا نوقفه ما نسيبوش شغال. لو كان ده شيء غير متعمد يبقى احسن نعرف الغلطه فين برضه، انما في كل الاحوال ما دام في حاجه ماشيه غلط لازم نحافظ عليهم في خطوه اولى. بعد هذا القرار معالي الوزير، يعني الوجبات هل ستتوقف بشكل مؤقت؟ مدتها قد ايه؟ هل في جهات اخرى هتورد هذه الوجبات؟ لا بس هو احنا بس بنسال اسئله كثيره قوي في زمن قصير قوي. احنا كل الحكايه عندنا مشكله، نعم، وبنحاول ناخد قرار احترازي علشان ما تتكررش. الاجابه عن اسئله حضرتك الاجابه عليها لا اعلم الى ان ننتهي من التحقيق،
تمام. بناء عليه هناخد مجتمعين اجهزه في الدوله كتير قرارات نرد بيها على اسئله حضرتك، بس فعلا في اللحظه دي ما عندناش حاجه نبني عليها. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، معلقا على الخبر العاجل اللي أذعناه قبل قليل أن وزارة التربية والتعليم قررت وقف توزيع الوجبات المدرسية في جميع محافظات الجمهورية بعد تكرار حوادث اشتباه في تسمم غذائي. أنا بحاول أختار المصطلحات بدقة يعني من خلال اللي احنا شفناه في أكثر من محافظة حصل فيها شبه تسمم غذائي لتلاميذ وتلميذات في هذه المدارس، كان آخرهم النهاردة في أسوان أكثر من 312 تلميذ وتلميذة، وشفنا صور محافظ أسوان وهو بيتفقد إحدى المستشفيات اللي فيها تلاميذ أصيبوا بهذا التسمم أو شبه تسمم بعد تناولهم وجبة مدرسية. إذن لا وجبات مدرسية مؤقتا بشكل مؤقت إلى أن تتضح الصورة، وزي ما قال لنا دكتور طارق شوقي الآن لبرنامجنا أنه في حاجة غلط، في شيء يعني يستوجب أنه نتوقف عن توزيع هذه الوجبات المدرسية حفاظا على صحة أبنائنا.